تكملة كمان لموضوع ضربات الجزاء، أكتر نادي في الدوري اتحسب له ضربات جزاء النادي المصري 15 ركلة جزاء، نادي الزمالك الثاني 14 ركلة جزاء. معانا الأرقام، 14 ركلة جزاء نادي الزمالك الثاني. بعد كده سيراميكا كليوباترا النادي الأهلي اتحسب له كام ضربة جزاء بقى؟ 6. واحنا مش محسوب لنا كام؟ 9. لا بس مش معنى كده، مش معنى كده ان انا بقولك احسب لي، انا معنى كده ان انا بقولك اديني حقي كحكم يعني. طبعا بس لما النادي الاهلي اللي هو بيهاجم كتير يتحسب له 6 ركلات جزاء، رقم قليل برضو يعني. انا دي وجهه نظري يعني. قدامنا الارقام، عشان نادي الزمالك محسوب له 14 ركله جزاء، النادي المصري 15، النادي الاهلي 6، وما اتحسبلوش 9، ما اتحسبلوش 9 ركلات جزاء صحيحه في ظل وجود الفار هذا الموسم. أيوه. وفي 5 اهداف كمان اتلغوا في وجود الفار يعني. الهدف رقم كارثي اكتر من ضربات الجزاء. يعني رقم اهداف، 5 اهداف صحيحه ما يتحسبوش، ده على فكره رقم كبير، رقم جدا، رقم كبير جدا، جداً. واهداف صحيحه ده يعني، ممكن ناس لو حصل لهم كده يطلعوا يعملوا امراض، لو مباريات خلي بالك يقولهم امراض حد يقول لك انت ضربه الجزاء بتاع ماتش المقاولين، انت بتتكلم انت كسبان الماتش، لا انت في ماتش بيراميدز بتاع الدور الاول جون بوطه بوالي ماتش المحله والبنك الاهلي، وماتش البنك الاهلي الحكم الانجليزي الماتشات كلها خسرتنا نقط، قعد القنوات قال لك انا مش مصدق، انا مش مصدق ان دي ما اتحسبتش، ان الحكم لا ايه مش مصدق ان حكم الملعب لغاها، وان حكم الفار وافقوا معانا الصور. طيب ورينا الصور اللي هي الخمس صور اللي بعد كده قبل الفاصل، وبعد الفاصل نرجع نحلل يعني. لكن الخمس اهداف اللي هم اتلغوا، اول صوره هدف محمد شريف في شباك، ادي اول هدف، طبعا ده هدف في شباك سيراميكا كليوباترا، كان سجله كهربا، كان الحكم الفار محمود الدسوقي. الهدف احنا كسبناه 2-0. كمل بغض النظر، تمام كمل. الصوره اللي بعدها ده هدف البنك الاهلي اللي كنا لسه بنتكلم عليه، ده برضه هدف اتلغى صحيح، كان حكم الفار عمرو الشناوي والحكم كان محمد سلامه. تمام، تاني مره كابتن عمرو. التالت ده هدف بيراميدز وولتر بواليا، واحد من المهاجمين المكاسب وهنتكلم عليه دلوقتي، جاب جون، وطبعا الحكم طارق مجدي، نسجل دايما طارق مجدي، في حكم الفار هو اللي لغاه. اللي بعدها ده هدف محمد شريف في شباك مصر المقصه، ده الهدف الاخير اللي هو كان في مباراه مصر المقصه الاخيره، كان الحكم الفار برضه كان طارق مجدي والحكم محمود عاشور. تمام، المباراة المقصة الأولى ده بقى هدف برضو في مباراة المقصة الأولى، كان حكم الفار محمود دسوقي والحكم إبراهيم نور الدين. يعني لو ركزنا في الأسماء هنلاقي إن الفار كان لغى هدفين لينا، محمود دسوقي وطارق مجدي لغى هدفين، اتلغنا 5 أهداف صحيحين في ظل وجود الفار. أوكي. في ظل وجود الفار بيتلغى لك 5 أهداف صح، و9 ركلات جزاء ما بتتحسبش في الدوري السنه دي. نجيب له قطه الفار ده عشان ما اصل مش لا بجد، اصل الموضوع بالنسبه لنا بقى لو كابتن طارق مجدي محتاج يذاكر شويه. لا هو اللي انا مستغربه الخط ليه مش بيتعدل عندنا؟ ليه الخط يعني ليه في شك في الخط؟ هو مش اجهزه بتيجي من بره والخط المفروض يبقى مظبوط؟ هنرسم. طب ليه الخط يعني ما يبقى ايه لازمه وجود الفار؟ مساحه الوقت ما بين لو هو الحكم بيقف في الملعب ويقول للعيبه لو سمحت، اصل التسلل انت فاهم هو الحكم فعلا ملوش اي دعوه، هو بيقول له حكم الفار هو بيرسم بس المفروض يبقى فيه الجهاز اللي بيظبط الخط منعا للشك. لكن مش معقول يبقى فيه الفار وانت عامل الخط والاهداف تتلغي. لا يعني احنا اتلغى لنا 9 ضربات جزاء او اتلغى لنا 5 اهداف ولم يحتسب لينا 9 ضربات جزاء. ده حقيقي 14 هدف